الله يسعد صباحكم اخواني، السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حاليا انا طالع ان شاء الله من ابو ظبي الى دبي ميناء جبل علي. فاليوم بصراحه مبسوط شوي ومتحمس، بدي اروح استلم السياره اللي كرايزلر لانه وصلت هي من 26/2. فحاليا طالع من جزيره السعديات من ابو ظبي، اليوم درجه حراره 35 اخواني، الدنيا مغيمه، الشمس ما في بس شوب حريق. واخذ خط ان شاء الله الى دبي. فبدي اعطيكم فكره سريعه عن موضوع تكاليف الشحن من تركيا من مرسين على ميناء جبل علي على دبي. المسافه 110 كيلومتر، تقريبا ساعه وربع. هذه اول اماره، انتم رايحين على الشارقه وعجمان، اماره العين صايره اتجاهها على سلطنه عمان، لكن هذا الطريق بياخذكم على اماره دبي، اماره الشارقه وعجمان، بعدين ام القوين، راس الخيمه والفجيره. 100 كيلومتر السرعه، ابراجهم هون كلها 50-60 طابق. عنده جميع انواع الاعشاب. هذا سوق الذهب في دبي. هون تدخلوا على هذا السوق، كل انواع الذهب موجود. كل انواع البخور فيكم تشتروا، جميع انواع الالبسة، الزغاريف، محلات العطور. عندكم هون المحل اسمه آيا يونيفيرس، طبعا على الشخص 99 درهم. هذا هون آيا يونيفيرس، هذا اسمه. طبعا بتفوتوا بتاخذوا تيكت، بتفوتوا لجوا، بتتمتعوا بالمناظر جوا. طبعا هذا موقعه صاير بوافي سنتر، وافي سنتر بدبي. هذه المكاتب هون داخل وافي مول، فينكم تقدموا على فيزا على تركيا وعلى الاتحاد الاوروبي وعلى المملكة العربية السعودية. وهون عندكم على استراليا وايرلندا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة. طبعا هون قسم التأشيرات لتركيا. اخواني هذا رقم سيارتي WHS391 سويدن. هذا هون الاخ، what's your name؟ سمير. سمير، thank you سمير، thank you so much. هون جمارك دبي اخواني. هلا ان شاء الله بدي اخذ السياره. تركي كمان اوقف، انا يعني مدير الصبي، انا التليفون ممكن علينا اصل، انا اعطيك نمبر نمبر. يا الله مشكور مشكور اخواني. هذا مستر اشرف، هو في يسوي مساعده علشان سيارتي، وصلت سيارتي الحمد لله شحن. مشكور يا اشرف، باقي بس نمبر. يلا يلا اوكي اخواني. هذه السياره طبعا شحنتها من مرسين من تركيا، وصلت الحمد لله بالسلامه. هذه هي بس النمر ما موجود عليها. هذه هي السيارة. مشكور أشرف. هذا هون السيارة. هلا بدي أخذها إن شاء الله من دبي على أبو ظبي بإذن الله. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تمام؟ هلا حاليا طالع على أبو ظبي، بدي أضبط لها الفحص السيارة بالإدارة المرور والترخيص، ركب لها النمرة
عملها التأمين وكل شيء تمام الحمد لله، بتصير نمرتها أبو ظبي بدل السويد. هلا طالع بالريكفري من دبي ميناء جبل علي، أخذ وجهتي إلى أبو ظبي. هلا حاليا باقي لي شيء تقريبا 12 كيلومتر بوصل على أبو ظبي. هلا وصلت من دبي على أبو ظبي، هذا قسم الترخيص هون، قسم ترخيص السيارات. طبعا مثل ما شايفين اخواني ما فيها نمرة، فلسه ما وصلت ورقتها على السيستم من جبارك، راح نزلها هلا وصفها هون. بكرة صباحا على الظهر راح ادخلها على الفحص، مثل ما شايفين هون مكان الفحص، راح اضبط لها نمرة وادفع التأمين وادفع فحصها للسيارة. هذا هو الريكفري اللي جابني من دبي. هذا قسم إدارة المرور والترخيص اخواني هون. هون بتدخلوا السيارات على المسار 1 2 3، بتاخذوا دور، بتدخلوا السيارة، بتطلعوا لبرا، بتنتظروا نتيجة الفحص، بتجددوا التأمين السيارة السنوي، وبتدفعوا الملكية للسيارة، تجديد الملكية. بكرة راح احسب لكم اياها، اخبركم بالتفاصيل كلها. وبتدفعوا بالإضافة ل طبعا اذا انتم شاحنين سيارة من خارج الامارات بتظبطوا لها نمرة جديدة وبتحطوها هون. اخواني طبعا والله ما عم صدق انا اجت السياره لهون على الامارات، لانه بصراحه هي اول مره بشحن سياره. بس هذا الريكفري شو بتقولوا له انتم، السطحه او السياره اللي بتنقل السيارات، ما بعرف شو بيقولوا لها، نحن هون بنقول لها ريكفري. فهي السياره طبعا ريحه، حسيت ريحه الوكاله فيها، هي سبحان الله مثل ما سلمتهم اياها جايبينها على التكه، يعني ما فيها شيء الحمد لله. هي السياره ده شويه تنظيف من جوا، لانه طبعا انا قالب الكراسي فيها مثل ما شايفين. هذا التانك الديزل فاضي طبعا، احتياط تاركه فاضي. مشكور مشكور حبيبي. طبعا هون ممنوع التصوير ولا مسموح ما بعرف، انا كنت اصور لكم بناء دبي لكن ممنوع التصوير، قال لي الاخ هنيك ممنوع تصور. فهون اداره المرور والترخيص عم يعملوا لها صيانه، ما بعرف اذا مسموح ولا ممنوع التصوير، بس على كل حال حبيت اصور لكم السياره. هاي هي السياره، وانا اخواني بصراحه مبسوط كثير انه شحنتها، طبعا لانه ريحه السويد فيها، او بالاحرى هي من ريحه السويد يعني. هيدي هي، هاي الكراسي هون، هاي 1 2، هون عندكم 3 كراسي، هدول بينقلبوا لورا، عندكم 5 6 7 راكب. وهي السيارة من ورا. على كل حال بكرة إن شاء الله صباحا قبل الظهر أو بعد الظهر على حسب فضاوتي بدي أجيبها لهون، على دخلها على المسار عشان يفحصوا لي إياها. طبعا هاي السيارة أنتم مثل ما بتعرفوا ديزل. راح أعطيكم بكرة تكاليف الشحن من مرسين من تركيا الى ميناء جبل علي لو وصلت لهون طبعا، وبعطيكم تكاليف الفحص المرور والرقم السياره والتامين. ان شاء الله اول رحله لإلي فيها لهذه السياره يا على السعوديه او على قطر ان شاء الله. هذا سوق التمور داخل ابو ظبي، افخم انواع التمور هون بيبيعوا، السعودي والاردني والاماراتي. سكر الجاف كهرمان، في مجدول والعجوة، طبعا في عندكم الفلسطيني الصفوي. حجي هذا شو اسم هذا نوع؟ هذا مجدول. مجدول؟ ايوه مجدول من جوردن. من الاردن. أيوة. هذا التمر اسمه مجدول من الاردن. مجدول؟ ايوه مجدول. وهذا مال الامارات؟ لا هذا مش امارات، هذا مال السعوديه، هذا 2 مال ليبا مال الامارات. هذا مال السعوديه ها؟ مال السعوديه. وهذا؟ هذا مال ليبا. ليبا مال ليبا، هذا زابلي مال ليبا. ليبا. أيوة. وهذا؟ هذا مال السعوديه. سعوديه؟ ايوه سعوديه، هذا 2 مال السعوديه، هذا مال محلي، هذا مجدول محلي. مجدول مال الامارات. مجدول مال الامارات. في هناك في مال انا يحصل فلسطيني صح؟ ايوه في فلسطيني في موجود. في جوردن بعد. ايوه اردن في بعد. اها. ايوه.
هذا شو هذا بعد؟ هذا زعفران؟ ايوه زعفران مال ايران، زعفران مال ايران في موجود، بعد مال الهندي في موجود، بعد مال اسبانيا. زعفران من ايران؟ ايوه هذا مال ايران. ومال اسبانيا؟ اسبانيا في موجود من هناك. وبعد؟ بعد مال الهندي. هندي، أي واحد أحسن؟ أحسن واحد مال إيران. إيران ها؟ أصلي. أصلي. هذا قهوة زينة. هذا قهوة شغلة مال سعودية. مشكور حبيب، قهوة سعودية ها؟ قهوة سعودية. شو اسم أنت حجي؟ أنا محمد رميز. محمد رميز، أيوه. شو اسم محل مال أنت؟ محل مروج، المروج للخضراء. المروج، أيوه. للتمور ها؟ أيوه التمور. هذا محل المروج للتمور هون. أفخم أنواع التمور عنده هون. وبصراحة التمور عنده يعني شيء فخامة. هذا عسل السدر اليمني والجبلي والدوعني. هون عنده أفخم كمان أنواع العسل، السدر اليمني أحسن نوع، هذا مال السدر اليمني دوعني. في عندكم العسل بصراحة الأصلي هون بالإمارات، العسل اليمني، السدر اليمني المربعي والسدر الدوعني. انتبهوا أخواني هون كيف تشوفوا العسل عم يطلع على البطيء. هذا بيكون اصلي طبعا، مش بيطلع بسرعه. وعندكم هذا العسل هون الدوعني، عسل يمني دوعني كمان ما شاء الله اصلي. طبعا هذا غالي، الكيلو 220 درهم. وفي بعد اغلى، 300 وفي 400 وفي 500 وفي 1000. مدينه ها مدينه، اعطي واحد بعد. هذا سوق الخضار هون والفواكه داخل ابو ظبي. هذا مطعم ومشاوي السلطان. اخذت هون كباب بعد ما جيت من دبي، جبنا السياره انا وماريا. اسعاره حلوه يعني شيء نضيف على كيفكم. قبل ما اروح على البيت اختم لكم الفيديو. ما شاء الله تبارك الله عم ينزل اليوم مطر بابو ظبي، يعني هذا شيء رائع جدا انه تشوفوا مطر بالامارات. فسبحان الله طالع ريحة المطر برا. بدي اخذكم كم لقطة قبل ما انهي الفيديو. اخواني لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليق شو حابين تستفسروا عن موضوع الشحن من تركيا الى الامارات او الى الخليج. طبعا في صديقي الله يجزيه خير الاخ اشرف، راح اكتب لكم بياناته. هو طبعا عن طريق شركة اسمها ابينا زون بإدارة الأستاذ باسل عونة الله يجزيه الخير، كمان هو ما قصر موضوع الشحن. إخواني هذا السيارة اللي قدامي مرسيدس اس 500، مرسيدس ام جي ما شاء الله. هي سيارة من الفجيرة، بس اللي عجبني ما شاء الله الله يحميله إياه رقم 30,000. هذا إمارة الفجيرة. هذا شارع السلام. هون عندكم بنك ابو ظبي التجاري على اليسار. كمان طلعت لي هذه السياره من عجمان رقم 34، هذا رقم ثنائي. هذيك 30,000 الفجيره. على كل حال اخواني لا تنسوا تضغطوا لايك اذا عجبكم الفيديو، دعمونا بتعليق هيك حلو من عندكم. ان شاء الله بشوفكم فيديو جديد. دعواتكم الطيبه، اخوكم دايفر ترافل.